شبل، انت مبسوط؟ أنا رامي على الله. شو يعني؟ يعني طول ما أهلي وناسي واللي حوالي بخير أنا بخير. ناسك وباقي الناس؟ شوفي، أنا عمري بحياتي ما ظلمت حدا. أنا انظلمت. اللي إله عندي شي يشرف ياخده. والقتلة يلي برقبتك، والمعارك يلي عم بتصير على الحدود، والناس يلي عم بتموت، ما إلا أهل؟ ما إلا أولاد؟ ما إلا أمات؟ ولا هيك الموت بالنسبة لإلك مثل شربة المي؟ الموت حق، وهالناس هي اللي راح يتخطيطن برقبة المسؤولين عنه. لو كانوا ملاقيين شيء أحسن ما كانوا رموا حالهم هالرمية هي. الناس يلي صورن على صناديق الانتخابات هدول اللي بينسألوا شو قدموا لهالعالم هي. نحنا شايلين الكفن على كتافنا طول عمرنا، ما بس أنا، كبار صغار، ختايرة نسوان، الكل. أنا يلي قاعد قدامك بجوز بعد تكة تلاقيني ميت، ما مشكلة، الموت حق. بس وربي، وربي الظلم بيوجع. وبعد كل هذا اللي سمعتيه بتجي وحدة راكزة وفهمانة وبتقعد بتقلي الناس اللي تحت القانون هن اللي عايشين بسلام وأنا هو المجرم. شو حلمك جبل؟ حلمي؟ تروقي، تهدي شوي وتشوفيني بعين تانية. حلمك تعيش حياة طبيعية؟ حياة طبيعية؟ ما في حياة طبيعية. شو؟ وين؟ difficult. ما في حياة طبيعية، صعب كتير. انتي عايشة حياة طبيعية؟ يعني حدا مثلك لو كمل تعليمه وين كان ممكن يكون هلأ؟ كيف كان ربى أولاده؟ أو بالأول مين الإنسانة يلي رح تقدر تعيش معه؟ سمعت إنك تجوزت وانفصلت أكتر من مرة. اسمي ونصيب. ليه؟ ما قدروا يعيشوا معك؟ ما تحملوا؟ جاوبتك، اسمي ويا نصيب. ما بتتمنى تلاقي إنسان تحبك عن جد؟ بعيدا عن سلطتك ومصرياتك ورجالك وعشيرتك؟ إنسان تجي من برا تحبك لإلك، لشخصك. أكيد في. بدك إلك مين؟ لو جبل بيوعى الصبح وبلاقي حاله بريء من كل التهم يلي موجهة ضده، شو أول شي بيعمله؟ أوف، كتير شغلات والله. أخذ لأمي و مننزل على بيروت الصبح، منلف البلد كلها بالنهار ومنمشي على كورنيش وسط العالم والخلق.
وبعدين منروح على مدينة الألعاب. مدينة الألعاب هي كانت على طول تحكي لي عنها. كان حلمة تاخذني عليها أنا وصغير، وأنا متمني إني أنا أحقق لها حلمة وأنا كبير. لطفي خلاص، واقف واقف.